لتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ سمير رؤوف محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أزهري برنامج أرقام أسواق. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وكل سنة وحضرتك طيبين يا فندم. وحضرتك طيب. البورصة المصرية شهدت اليوم تراجع خاصة المؤشر الثلاثيني بعدما ارتد أمس، ما تحليل حضرتك لأداء المؤشر الرئيسي؟ ويمكن احنا واخدين اتجاه هبوطي بشكل عنيف جدا، كان كسر ال 28000 نقطة كان يعني احنا هنشوف، انا يمكن بنحركه ان هنشوف انخفاض عنيف. احنا عندنا ابتدى المؤشر من امبارح والنهارده ابتدى ان هو يغير الاستراتيجيه والاتجاه مره واحده للارتفاع مره او الارتداد مره ثانيه في استكمال. انا شايف ان احنا هنستكمل الفتره اللي جايه عمليه الانخفاض فيه على مستوى المؤشر لمستويات ال 27000، بين 27300 ل 27500 نقطة. المنطقة دي نقدر ان احنا نقف ونجمع فيها تاني، نبتدي يحصل عملية ارتدادة لهذا المؤشر في آليات التسعير، لأن احنا لسه بندور على آلية التسعير اللي هي بتاعة الدولار وآليات الأصول، وبالتالي احنا أمام عملية تذبذب عالية جدا في المؤشر من هبوط عنيف لعملية ارتدادة أمس، والنهاردة بنشوف كان يمكن بداية الجاية كنا شفنا استكمال الارتدادة وانخفاض مرة تانية في آخرها او في النص الثاني من الجلسه، وبالتالي هنا يمكن النقط الابرز اللي احنا ممكن نقف عندها ال 27000 نقطه 300 ل 27500، هتبقى عمليه التجميع في هذه المنطقه مع باشتراط دخول سيوله. ان لو في المنطقه دي ما قدرناش ان احنا نقف ونكمل هنستكمل الانخفاض بشكل عنيف جدا، وقد يعني نشوف مستويات اقل من كده بكتير. المؤشر في هذه الفتره طبعا هو عنده كان معتمد على التجار الدولي وكان بيخدمه في عملية الصعود طبعا على الانباء اللي كانت موجوده عنده طلعت مصطفى وحديد عز، وبالتالي الثلاث اسهم ابتدوا ان هم مع التحرك الانخفاض ليهم المؤشر ده يستجيب للانخفاض. انا اعتقد ان السيوله لما تطلع هتبتدي تخش اذا كان في هذا المؤشر هتخش في الاسهم اللي هي لسه ما اتحركتش، وفي اسهم كتير في هذا المؤشر لسه عندها سعرات تعمل ما ارتفعتش بنفس الارتفاعات اللي حصل في الثلاث اسهم الرئيسيه اللي هم التجاري وطلعت مصطفى وحديد عز. أستاذ سمير، مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بسوق مصر أغلق اليوم على تراجع طفيف، فهل نتوقع صعود كبير غدا أو على الأقل انقضاء موجة الانخفاض الكبير بأسهم المؤشر؟ المؤشر ال70 يمكن الافراد ابتدت تنتبه ليه ان هو مش عايز ينخفض عن مستويات ال 6200، حتى في اعنف الانخفاضات مع الاي جي اكس 30، وبالتالي الناس ابتدت تجمع فيه مره اخرى. هو في تجميع قوي جدا ده واضح فيه على هذا المؤشر، وحتى عمليه الانخفاض الناس ماسكه الاسهم دي وماسكه اسهمها بشكل كبير، وهي اعتقد انها هتبقى هي الفرصه للمستثمرين ان هم يعوضوا منها يعني الخسائر كبيره جدا. لكن الملاحظ في هذا المؤشر ان الناس ابتدت تدور على الاسهم اللي عدد اسهمها صغير في عدد الشركات، يعني الشركات الصغيره اللي هي تحت راس مالها تحت ال 10 مليون سهم، او الشركات اللي هي سعرها قليل جدا، يعني اللي هو مثلا بيتكلم في 50 قرش وجنيه والكلام دوت، القرش معاه الخمس قروش و10 قروش بيعملوا مع الكميات فلوس في لهذا المستثمر في عمليه التريدنج. انا شايف ان الاستثمار في الفتره اللي جايه هيكون الافضل في الاسهم اللي هي عدد اسهمها قليل جدا، حتى لو يعني رقمها مرتفع في حدود ال 10 جنيه وال 15 جنيه، لكن عدد اسهمها تقل عن 10 مليون سهم، ده هيكون في بوتنشال قوي جدا لتحركات قويه جدا هتقدر ان حجم السيوله اللي خارجه طبعا من الاسهم الكبيره واللي ارتفعت بشكل كبير هتخش فيها الاسهم، في هذه الاسهم هتعمل ثلاث واربع اضعاف الفتره اللي جايه. يمكن كمان يعني احب برضو اقول حاجه من الكلام اللي هو النهارده الرئيس كان بيتكلم عنه، النهارده الرئيس بيتكلم عن للناس اللي هي الاقتصاديين اللي حللوا الكلام ده تراجع كبير جدا في موضوع البنية التحتية وهذه الأمور، ودخول القطاع الخاص، دخول القطاع الخاص للاقتصاد بشكل كبير وعملية النمو، وده فرصة كبيرة جدا للشركات المدرجة في البورصة، وبالتالي هيبتدي الأسهم دي تبقى حاضنة للإي جي اكس 30 اللي هي في ال 70 حاليا، نقدر إن احنا نشوفها بقوة وبعنف
في الفتره اللي جايه في مؤشر الاي جي اكس 30 وتتوسع، وده كان نهج برضو. يعني لما نيجي نرجع نبص لتاريخ شركات كتيره جدا هتلاقي ان في شركات كانت خارج مؤشر ما كانش فيه الاي جي اكس 70 عندنا، كان الاي جي اكس 30 فقط او كيب 30، وابتدت هذه الشركات تدخل مع الشركات الكبيره والتجار الدولي وشركات اخرى انطلقت لمستويات انها بقت في بورصات عالميه. يعني أستاذ سمير، ما نصيحتك للمستثمرين في بورصة مصر في الوقت الراهن، خاصة في ظل تداول الأسهم عند مستويات جاذبة لا سيما بعد تخفيض قيمة الجنيه مؤخرا؟ احنا يمكن عندنا طبعا احنا بنشتغل بقصة الكريدت والمارجن والقصة دي كلها، احنا نبهت عليها اكثر من مرة. طبعا هنبعد عنها خالص، احنا عملية انخفاض الناس شافت ان هي بتخسر اكتر ما بتكسب، عملية الاسهم الانتقائية ان احنا بندور على اسهم يعاد يعني شركات يعاد هيكلتها، ده المستثمر يقدر يكسب منها، او اذا كان متخوف من قصه الهيكله ممكن ان هو يستثمر في اسهم ذات ملاءه ماليه قويه وعندها استعداد انها تنمو الفترات اللي جايه مع حركه الاقتصاد الفتره اللي جايه. انتقل مع حضرتك لتحليل بورصه ابو ظبي التي اغلقت على ارتفاع طفيف، ما تحليل حضرتك للاداء؟ يعني احنا عندنا 9252 نقطة النهاردة، طبعا هو قرب المليار بتاع حجم التداول، مليار درهم. المؤشر انا شايف ان هو عنده متوقف بيعمل قناة عرضية في هذه المنطقة ما بين المنطقة دي لحد 9300. احنا بنعمل منطقة عرضية تجميعية، اعتقد ان بورصة ابو ظبي بتسحب الاموال مره واحده وبترجع تاني مع فكره الطروحات وفكره العمليه يعني تنوع الادوات الماليه الغير مصرفيه كمان مع هذا السوق، وبالتالي في منافسه شديده جدا بتظهر في هذا القطاع في هذه القطاعات، ويمكن الابرز كمان باين ان ابتدى يشتغل كمان معاها قطاع البنوك او القطاع المصرفي في يعني هذه الادوات الماليه وعمليه التداولات بين السلع والمشتقات الماليه الاخرى، وبالتالي هنا احنا عندنا بيبتدي يربط الارباح اللي بتطلع ليها هذه الشركات او القطاع المصرفي بتسمع في اداء البورصه ابو ظبي بشكل كبير. ونشكر من القاهرة الأستاذ سمير رؤوف محلل أسواق المال على مشاركته معنا اليوم.